السلام عليكم. السلام الى اسم كده تشكيله اولويه باش يعبر واحد لاكوب اللي هي ربما غتكون خويت لاكوب هذا جات على غفله اول مره كتنظم. يمكن صراحه التشكيله اللي بشبه الى المركز زوينه واخا هكاك حنا راضيين بها فهمت، و نتمنوا زعما يفرجونا راك عارف ضد من غيلعبوا تما كاين الناس الرقيقه ياك دا بنادم قاري على كره. التشكيله اللي غادي بها مزيانه متناول متناول وهو بالنسبه للمنافسه ها هي ماشي مشكل على حساب المنافسه. دابا البروغرام ديال البطوله كي غيكون واش غيلعبوا جروبات ولا غيلعبوا لعب ما فيه كيو راه عارفين اللي كاين دابا عارفين السيستم ديال البطوله كي غيكون فهمتي. يعني الا كانت شكل ديال الجروبات كيبقى واحد لا شونس ديال تقدر تربح هذا تعادل مع هذاك كيف كنت فرج دابا في الكوره الزهر كما كيقولوا كتبقى ديك عمليه حسابيه في الاخر خاصك تربح خاصك تعادل خويا. اما الا كان كلعب ديال ضرب طيح كما كنقولوا تقصى غتخسر انت خسرتي الماتش الاول صافي غترجع بحالاتك غيكون صعيب الحال شويه. هو غادي الدراري الصراحه كويريه شويه غادي بالنهيري غادي الدراري عندهم تجربه فهمتي يعني مدوزين كره كما كنقول. خويا خربقه بهذيك الدوره غير خربقه هنا كلشي. نتمناو اخويا ما يلعبوش من الافضل والله نقول هو ما كيضربها في الشرجم صاحبي باغي الا مشيت تما غيلقى الجو مبدل نقولوا اللي كاين واحد مولف. دابا بحال دابا حنا كنلعبوا بملاعب القرب كذا هادي منا غتلعبوا مثلا في شي تيران كبير ما كيعطيكش كما كان. بالنسبه كيف ما سولتينا في الاول على قبل التشكيله ديال الياس الملك اللي غيمشي للكينجز ليغ كيف ما كنعرفوا الخبره ديال اللاعبين اللي كاينين في كينجز ليغ تبارك الله خبره كبيره اللي مشاركه ديال زيدان ديال تشافي وديال انيستا اللي لاعبين كبار من طراز الرفيع. وبالمناسبه هو غادي بلاعبين في مستوى تبارك الله لاعبين دوزوا انديه ولكن المشكل الوحيد اللي لقيناه هو في هذاك لولا الظروف هو احنا ما كنعايروش حاشا ولله. ولاني بالنسبه للسيد كانه لونتوراج اللي ساكن فيه واللي عايش فيه ما يقدرش ينافسو على حساب انه باش ينافس في كينجز ليغ فهمتيني. يعني بما انه غيلعب مع لاعبين محترفين من طراز لافيه بحال زيدان اولا تشافي اولا انيستا ماشي هو لعب معاه في الدوار اولا في البلاصه اللي ساكن. متفق معايا ولا لا؟ وي متفق معاك وي يقدر يكون كويري ولكن بالنسبه للونتو يعني غيكون عليه الضغط كونديسيون فيزيك غيكون عليه الضغط يكون عليه الضغط. هو كيف ما كتشوف راه عنده الكرش يعني كياكل بزاف راك عارف طبيعي الحال فهمتيني. يعني لونتوراج ديالو راه هو كويري متفق معاك باسات زوينين كيتيري زوين فهمتيني المهم ولكن بالنسبه للضغط اللي غيكون عليه وبالنسبه للكاميرات والجماهير وغيكون الامراء كيتفرجوا ملوك وغيلعب مع لعابه كبار يعني غيكون عليه شويه الضغط غيكون عليه شويه الضغط فهمتيني. وحنا هذا هو الراي ديالنا ونتمنوا يكون خير ان شاء الله. نتمنوا مي الياس المالكي كمدرب بالنسبه للدوري الدار السيد اللي غيتشرف عليه الياس المالكي هو الصراحه دوري جديد اللي كيراقب عليه مشرف اللي جيرارد بيكي لاعب برشلونه سميتو دوري الملوك. المغرب حتى هو غيشارك فيه وغيمثلو يوتيوبر ديالنا الشهير الياس مالك المثير للجدل وعيط صراحه عيط اللعبة زوينين دايز في الرجاء دايز في الوداد في المنتخب بحال برك بوصوفا وعطى الفرصه لواحدين اخرين كانوا باغيين يسقلوا الموهبه ديالهم بحال لولا الظروف. كنتمنى ولاد الظروف يمشي مسكين تما باش يبان شويه باش يبان شويه ولا بان يبقى تما نيت بيني وبينك بحال دابا هاد ولاد الظروف لا انا كنت كنتبع الصراحه عنده كويري يقدر يدير شي حاجه دابا هادي ما كتحتاجش مدرب فهمتيني. اصلا اللعاب اللي غيدير هما مدربين و راه سياسة كرة القدم يعني راه عارف الكرة هو راه فهمتيني كيمثلهم وصافي فهمتيني يقدر راهو ما يقدروا عارفين شنو كاين.
الكره هي اللي غتعرف المستوى وتلعب مع التيكي وتلعب مع لعيبه كبار حتى هما اللي يدوزوا الكره بفرق كبار وصافي. هو راه يدخلهم يقول لي حتى في الهجوم في الهجوم ولا في الدفاع في الدفاع وصافي ديروا اللي يعجبكم. دوز كره بنادم ماشي زعما كان كما كنقولوا حنا يوتيوبر كذا مقابل شي لعيبات اخرين تتلاح الكره. انا بعدا ما شمت جاتني مني سمعت هذا البلان هذا مرة لو كنت حمام مفرقع يعني ولكن مني شمت مني ولاد شي بصح قاعد يصعب شوي شو كيف ما كتعرف ان التدريب التدريب راه قرايه يعني ماشي غير اجوك المدرب. التدريب راه خاصك تقرا وفيه درجات ماشي غير تدريب كتاخذ ديبلوم يعني في درجات اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه يعني طبيعي هو يقدر يدير شي تكنيك اللي يكون مختلف على البنادم يقدر يدير به شي حاجه ولكن من الافضل بالنسبه لي انا يكون كمدير فني ياك وغادي يدير ان يقدر يدير شي حاجه بانه يقدر يخلص شي مدرب اللي يكون احترافي جبت طافي يخلص شي مدرب اللي يكون احترافي اللي يقدر ينسجم ليه بين اللاعبين اللي كاينين. بطبيعه الحال كتعرف ان عنده داك اللاعب مهدي تبارك الله عليه راه واخد جوج كاس العالم فري ستايل يعني تبارك الله يعني خبره عنده تنايره تبارك الله خبره وسميتو حدراف يعني عنده دراري في خبره في مستوى يعني هو يقدر ما يوظفهمش مزيان ولكن شي مدرب اللي يكون عارف القانون وكيعرف شنو يدير يقدر يوظفهم. يقدر ينافس على اللقب وحنا حنا ينافس على اللقب اللاعب اللي يديرها مزيانين وحنا بي اسبانيولا تفوقنا عليه في كاس العالم في 2010 يعني منتخب مغربي راه القدام ولا جداد راه مزيانين. اللعابه اللي لعبوا راه جاو بحال بيكي وهذو جابوا كاس العالم في 2010 ولكن تفوقوا راه حنا عندنا لعابه مزيان بارك بوسوفا ولا متولي ولا لعابه كبار يعني يقدروا يعني يقدروا الا كانوا حتى هما غيدوا حتى هما لعابه كبار حتى هما معتادين شنو راه تكون شويه المناصح. وشوف هو الا جينا نشوفوا القانون ديال كينغز ليغ هو القانون ديال كره القدم ماشي تيران كبير ولكن كيلعبوا 7 ضد 7 كيلعبوا 7 7 ياك يعني يقدر يكون واحد الانسجام ديال انه كلشي طالع وكلشي راجع. هذا يقدر يكون حال بوحده. بالنسبه لكيف ما قلتي لي انت على حساب النهيري وهذاك نقدر نفضل انني غيقدر يكون لولا الظروف كيف ما قلنا يقدر يصدمنا او يدير شي حاجه ياك يعني يقدر يعني شي منتخب ديال المغرب صدمنا في مونديال حتى واحد ما كان متوقعها فهمتيني يعني يقدر لولا الظروف يقدر يصدمنا بشي بيت ولا شي حاجه ولا شي بيت دقيقه الاخرى قدر يجيب لنا الكاس ما تعرف كلشي ممكن. وانا كنقدر نقول انه داك الدري مهدي هو اللي غيكون النجم ديال المنتخب ديال لا مهدي واحد فريستايلر واحد الدري عنده جوج ديال الكؤوس عالم في الفريستايل. انا بدا خويا كما قلتي التشكيله دابا معول على محسن ياجور الصراحه محسن ياجور قولي هذا كما كنقولوا يعني لعاب شفناه في ماتشات كبار شمت كي مارك بيوتف اخر دقائق يعني كاين فرق فهمتي ما بين لي بوستا دابا اللي كاين بحال دابا كاين حدراف كاين محسن ياجور كاين نهيري كاين انا بدا كنعول على محسن ياجور الصراحه. اخي بحال جات عير واحد اليوتيوبر بحال جا عفوا وكيف غنجيبوا الكاس الياس لا هذه الهضره غيجيبوا ولا عير مجرد هو ديك الهضره اللي كيقول في اليوتيوب راه طالعه شي اخويا قاعد اللي كيبقى داوي يقول لك غندير غنجيب ام الحياه الطبيعيه اللي كنعيش ملي كيقول لك غندير في الاخر ما كيديروها فهمت اللي كيدوي بزاف ما كيديروها. ومن ناحيه الخبره ديال الكره حنا راه حنا ولاد الكره ولاد الشعب يعني غتعرف ان الكره تقدر تعطيك تقدر تحيد لك يعني حنا ما نقدروش نعرفوا واش يعني كيس كي اكثر فهمتي. لا انا غنشجع بصراحه انا غنتمرق انا صراحه ما نكذبش عليك غنشجعهم كامل القوايا العقليه وكامل القلب ديالي الخالص ويعني ان شاء الله باذن الله ونقدروا كاع نمشيو عندهم حنا حتى الاسباني ما عنديش مشكل يعني سي با لو جو فهمتيني. ممكن تعاود السؤال اخويا انا غتشجعهم ولا غتلاقى انا اخويا غادي نتفرج فهمتي وما غنديرش بالي حتى غتفرج في كوره عاوتاني نقدر اخويا ما نشدوش كوره مع ذوك الناس ونمرقوا اخويا ما تفرجنا من المنتخب كاس العالم ديال قطر اللي العالم كامل شافو هذاك كيبقى منتخب وعارف عندنا لعابه كبار انا ما نكذبش عليك اخويا اقسم بالله اللي خلقنا اخويا انت كنت عارف المنتخب غايب شي بعيد فهمت كنت عارف غايب شي بعيد عندنا لعابه حنا كيف كيلعبوا في الفارسا عندنا لعابه كبار اصاحبي راه تجي تشوف الكتيب اللي عندنا راه احسن شحال من منتخب كاع وكم تضلناش قدام فرنسا كره دابا حنا اللي في الفينال.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.